طبعا كلنا عارفين موقع فايفر. موقع فايفر من اكبر المواقع في العمل على الانترنت. في الفيديو ده هعلمك 8 طرق تكسب بيهم موقع فايفر، طرق قوية جدا بادوات مجانية وسهلة جدا في التعامل. بعد الفيديو ده انت لازم تكسب موقع فايفر، وكل الناس هتقدر تكسب موقع فايفر. خليكم معانا. اهلا بكم مره تانية شباب درسنا النهارده هعلمك 8 طرق تكسب منهم موقع فايفر. هتكسب مبالغ كويسه جدا 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 بادوات مجانيه وسهله في التعامل، تخلي اي حد ممكن يشتغل على الموقع او على الادوات دي من غير ما يحتاج انه يقعد يتعلم وياخد كورسات في اي مجال من المجالات اللي هديها لك النهارده. الاول، موقع فايفر بيشتغل ازاي؟ موقع فايفر للفريلانسرز، يعني العمل الحر. العمل الحر يعني انت بتعرف تعمل حاجة بتقدمها للناس. والله انا بعرف اعمل لكم مثلا شغل على الفوتوشوب، اللي عايز شغل على الفوتوشوب بيجي لك يدفع لك فلوس تعمله الشغل بتاعه تبعته له. البرنامج الموقع بسيط جدا وسهل جدا انك تشتغل عليه. خلينا نخش على اول شغلانة، واول شغلانة واول تركاية معانا هي البيزنس نيمز. ايه هي شغلانة البيزنس نيمز؟ بيجي شركة او ناس عايزة تعمل شركة او عايزة تعمل براند، يجي على موقع فايفر ويختار حد من الناس الموجودة دي ويقول له انا عايز اعمل شركة وعايز لها اسم. طبعا بيديك تفاصيل الشركة والشركة اصلا شغالة في ايه، وبيقول لك انا عايز اسم يكون كويس ويتحفظ، واسم زي مثلا كلمة امازون. امازون دي مفيش حاجة تانية اسمها امازون غير الموقع اللي بتشتري من عليه. فالشركة بتيجي تقول لك انا عايزة اسم زي ده، فانت كل اللي عليك بتعمله ايه؟ الناس دي كلها ما بتخترعش، بتروح على مواقع زي الموقع اللي هدهولك ده، وموقع اسمه businessnamegenerator.com. هنا انت بتكتب المجال، مثلا كات، يعني مثلا محل قطط، هيقول لك اعمل لي بيزنس نيم. هتروح كاتب هنا كات وتقول له جنريت. طبعا لما انت تدوس جنريت بيفتح لك صفحه جديده فيها الاسماء، اسماء متاحه، اسماء لسه ما اتاخدتش، علشان تقدر انت تقدمها اللي عايز البيزنس نيم ده وتقدر تكسب منه مبالغ كويسه. طيب زي ما انتم شايفين يا شباب، هنا جاب لك اسماء كتيره جدا بالانجليزي طبعا، يعني خاصه بكلمه كات. هنا طبعا انت ممكن تخلي الاسم عدد حروف معينة، ممكن تخليه بطريقة معينة على حسب ما انت عايز. فكل اللي عليك دلوقتي تعمله انك بتيجي تاخد كل الاسماء اللي انت شايفها دي، او تنقي منها شوية اسماء وتحطهم في ملف PDF او وورد وتبعتها للراجل وتقول له اختار اسم. لو عجبه اسم من الاسماء دي هيختاره وهيدفع لك الفلوس وانت هتبعت له الملف. والتركات التانية معانا هي عمل اللوجوهات. اول حاجة، عمل اللوجوهات الناس بتشوفه صعب جدا وتقولك لا ده محتاج شغل على الفوتوشوب والكلام ده. اللوجوهات سهلة جدا جدا، اولا سهلة انك تصممها على الفوتوشوب او على اي برنامج تاني، وسهلة انك تجيبها من غير تصميم، يعني تحطها في موقع والموقع هو اللي يصمم لك ويديها لك جاهزة. وانا النهاردة جايب لك افضل موقع ممكن تستخدمه علشان تجيب منه لوجوهات تبقى شكلها نظيفة وبروفيشنال وتقدر تبيعها على موقع فايفر وتكسب منها فلوس. معانا موقع النهاردة هاتش فول. الموقع ده موقع جميل جدا في عمل اللوجوهات، وموقع احترافي جدا. الموقع ده مدعوم من شركة شوبيفاي للي بيشتغل دروب شيبينج او اللي بيعمل سوق الكتروني، بيشتغل على شوبيفاي وفي طبعا حاجات كتيرة، بس الموقع ده مدعوم من شركة شوبيفاي. شركة شوبيفاي عاملة الموقع ده كبونص للناس علشان تستخدمه وتجيب منه لوجوهات جاهزة. طيب تبدأ ازاي في الموقع ده؟ طبعا بتسجل، بتحط الايميل بتاعك، ولازم تحط الايميل بتاعك الحقيقي علشان هيبعت لك عليه اللوجوهات اللي انت هتاخدها. طيب هتدوس على جيت ستارتد هنا علشان تبدأ تصمم اللوجوهات او ياخد منك المعلومات ويبدا يعمل لك لوجوهات ليها. طيب خلينا نشوف ايه الحاجات اللي عنده. زي ما انت شايف هنا عندك يعني حاجات كتيره جدا، حاجات تبع الشغل، حاجات تبع الجيمز، حاجات تبع الاطفال، حاجات تبع التيتش والسبورت والفاشن،
عندك حاجات كتيرة جدا جدا. طبعا احنا قلنا كاتس فهنقول له مثلا بيتس، تمام، هتدوس عليها كده، وبعد كده هتدوس على كلمة نيكست. طبعا انت بتختار اي كاتيجوري، اي كاتيجوري انت عايزه. طيب وبعدين بيجيب لك هنا انت عايز اللوجو بتاعك شكله يبقى ازاي، يعني عايزه يعني انهي شكل، عايزه البولد اللي هو بيبقى تخين قوي كده، ولا عايز الكالم اللي هو بيبقى حاجة خفيفة كده، ولا الكلاسيك بيبقى رسمة، ولا ايه بالظبط. انت طبعا بتختار يعني تقريبا 4 حاجات او 3 حاجات، فلو مثلا نختار من الحاجات اللي فوق، انا عايزه بولد وكالم وريتابل ولا ريلابل، زي ما انتوا شايفين هو كده علم لي عليهم، فهدوس نيكست. طبعا ما تقدرش تعلم اكتر من كده، بيقول لك ما تقدرش تاخد اكتر من 3 اصناف. طيب هدوس نيكست، وبعدين هنا بيقول لك انت عايز اللوجو بتاعك يبقى اسمه ايه، او الشركة بتاعتك اسمها ايه، فاحنا مثلا هنسميها كاتس مثلا، ماشي. وهنا لو عايز تحط سلوجن، السلوجن ده اللي بيبقى الجملة اللي بتبقى تحت الاسم بتاع الشركة، فطبعا هنقول بيتس مثلا ويندوز نيكست. طيب هنا بقى بيقول لك انت عايزه لمتجر الكتروني ولا سوشيال ميديا، ولا عايزه عشان لما بتطبع ورق بتحط اللوجو عليه، ولا عايزه عشان تعمل كارت بيزنس، ولا لارج فيورز، ولا فيزيكال ستور. طبعا احنا هيكون محل قطط مثلا، فهتقول له فيزيكال ستور اللي هو ستور على الارض الواقع، وهتدوس على نيكست. زي ما انتم شايفين هيقعد محمل معاك شوية، بيقول لك we made these logos for you، احنا عملنا لك شوية اللوجوهات دي وانت المفروض تختار منهم واحد. هيقعد يحمل معاك كده شوية، بعدين هيفتح اللوجوهات. زي ما انتم شايفين يا شباب كده جاب لي مجموعة لوجوهات كتيرة جدا، زي ما انتم شايفين كده كل ما هنزل كل ما اللوجوهات دي هتزيد، وطبعا انت تقدر تختار اي لوجو فيهم وتاخده وتعدل عليه، مثلا اللون مش عاجبك، الشكل مش عاجبك، تاخده وتعدل عليه وبعد كده تستخرجه وهو بيبعته لك على الايميل بتاعك. طيب خلينا نشوف حاجة عملي كده، مثلا نختار اي لوجو علشان اوريكم هو لما يبعته لي على الايميل، عشان ما حدش يقف معاه اي مشاكل. زي ما انتم شايفين هنا دي من غير سلوجان، في لوجوهات بيحط لك معاها سلوجان، وفي لوجوهات من غير سلوجان. هنا طبعا لو عايز تغير الخط، مثلا هو هنا حاطط لك نوع خط معين، انت لو عايز تختار اي خط من دول ممكن تختاره. مثلا خلينا نقول هنختار الخط ده، زي ما انتم شايفين كده اتغير معانا. خلينا نشوف الكالرز اللي هي الالوان، نشوف اي لون انت عايزه. مثلا انا عايز اغير اللون، فهاخد اللون ده، فزي ما انتم شايفين اتغير معايا اللون. ودي الايكون اللي هي العلامة دي، علامة البيت، فهنا طبعا بتختار ايكون، اي ايكون انت عايز، عايز تحط صورة قطة، عايز تحط صورة بيت. طبعا انت لو مش لاقي الايكون بتاعتك هنا بتيجي هنا كده وبتختار النيتش بتاعك، مثلا البيت سبورت، اي حاجة انت عايزها. احنا طبعا هنقول له انيمالز، وطبعا بتختار اي ايكون انت عايزها وبتتحط مكان البيت ده. احنا مثلا خلينا نقول له عشان اوريكم بس حاجة عملي، ف اي حاجة مثلا خلينا نجيب صورة السمكة اللي فوق دي اهي، زي ما انتم شايفين اتحطت هنا مع انها ما لهاش دعوة بموضوع الكاتس، ماشي. وهنا ده اللي اوت، زي ما انتم شايفين هنا بيقول لك انت عايزها بانهي شكل، عايزها بالشكل ده اللي ظاهر لك، ولا عايزها بالشكل ده، ولا عايزها بالشكل ده، يعني انت طبعا بتختار الشكل اللي يريحك وبتدوس على نيكست. بعد كده زي ما انتم شايفين بيفتح لك الصفحة دي ويقول لك congratulations on your new logo، انت كده اتعملت اللوجو، عملت اللوجو بتاعك. هنا بيجيب لك شوية اشكال ليه، لو انت عامل اللوجو ده لليوتيوب فده الشكل على اليوتيوب، وده الشكل على مش عارف انهي منصة دي، وده برضو على اليوتيوب بس على منظر تاني، وده الفيسبوك والانستجرام، وده لينكد ان، ماشي. فكل عليك تعمله دلوقتي هتقول له داونلود لوجو،
هيفضل يحمل معاك شوية، وبعد كده بيجيب لك الرسالة دي، بيقول لك all done your logo package and design file have been sent to. طيب ده الايميل اللي قلت لك هتسجل بيه علشان هيبعت لك اللوجو بتاعك على الايميل ده. فطبعا هو هنا بيقول لي احنا بعتنا لك اللوجو على الايميل، فانت بتروح على الايميل بتلاقيهم بعتلك لك ايميل فعلا، وبتاخد اللوجو بتنزله وبتستخدمه في اي وسيلة انت عايزها. والتركية الثالثة معانا يا شباب هي الارابيك ترانسكريبشن او الانجليزي. لو انت بتعرف انجليزي انت ممكن تعملها في الانجليزي، بس طبعا كلنا بنعرف عربي فبالتالي هنعملها في العربي. طيب ايه هي اصلا ترانسكريبشن؟ يعني هو بيجيب لك الكلام مكتوب وانت بتحوله له بيجيب لك الكلام لصوت وانت بتحوله له كلام مكتوب. يعني مثلا واحد عايز يقول مقالة فهو مسجلها صوت، فعايزك تعملها له كلام مكتوب، بتحطها له على الوورد وبتبعتها له كده، انت عملت الشغلانة بتاعتك وبتاخد فلوسك. زي ما انتم شايفين هنا الناس بتاخد $5، طبعا 4 يورو و38، يعني في حدود $5 $6، وهنا $5، يعني هي في حدود $5 كل الناس بتعملها $5. فالشغلانة سهلة جدا، ومع التركية اللي انا مديها لك انت مش هتستخدم اي حاجة او مش هتواجه صعوبة، لانك مش هتقعد تكتب كل كلمة انت بتسمعها، انت بتقول الكلام او بتشغل الريكورد وهو بيتكتب لوحده. خلينا نشوف ازاي. كل اللي عليك تعمله بعد ما تاخد الشغلانة وتاخد الريكورد، هتيجي هنا على الموقع ده. الموقع ده انا شرحته قبل كده فمش هطول فيه. هنا انت بتختار اللغة اللي انت عايز تتكلم بيها او اللي انت عايز يتكتب بيها، فانا مختار مثلا العربية مصري. وبعدين هنا عندك طبعا العربية معظم البلاد، وفي الانجليزي وهندي وصيني، عندك كل اللغات ممكن تستخدمها، وبيكتبها لك بطريقة يعني احترافية، والغلطات فيه بتبقى قليلة جدا، وتقدر تاخدهم كوبي وتحطهم في اي حتة، بعد كده تحطهم في ملف وورد وتبعتها له. خلينا نشوف. يعني انت كل عليك تعمله هتدوس هنا تختار اللغة وتدوس على ستارت، وبعد كده تبدأ تتكلم وهو هيقعد يكتب الكلام اللي انت بتقوله دايركت. يعني خلينا مثلا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب في فيديو جديد من قناتكم دكتور الربح. لان نوقف زي ما انتم شايفين هنا الكلام كله عمال يتكتب هنا، وفي الاخر بعد ما تدوس كونفيرم بيكتب لك الكلام كله هنا، وفي الاخر بتاخده كوبي وتروح على الوورد وتحطه في الملف، وبعد كده تبعته لصاحب. والشغلانة الرابعة معانا او التركية الرابعة معانا هي سلايد شو بريزنتيشن. سلايد شو بريزنتيشن دي شغلانة سهلة ومش سهلة في نفس الوقت. ازاي؟ بيجي واحد يقول لك انا عايزك تعمل سلايد شو زي اللي بتعمل على الباوربوينت، بس انت ما تعرفش باوربوينت، فهتعمل الموضوع ده ازاي؟ الموضوع سهل جدا، و يعني ليه تريكات وليه مواقع هتستخدمها وهتقدر تعمل بيها سلايد شو ده من غير الباوربوينت. طيب السلايد شو ده بيتعمل بطريقتين، يا اما بيديك صور اللي هو عايزك تحطها، يا اما بيديك الكلام بس وانت بتجيب صور مناسبة. في حالة انك انت اللي هتجيب صور مناسبة، فهتيجي هنا على freepik.com، هتيجي هنا تختار اي نيتش انت عايزه، وهتلاقي هنا صور مجانية كتير تقدر تستخدمها معلهاش اي حقوق، تقدر هنا تكتب اي حاجة مثلا ووتر كات دوج، اي حاجة اللي انت عايزه اكتبه وهيظهر لك صور ليه. طيب بعد ما جبت الصور وعايز تعمل سلايد شو، كل اللي عليك تعمله هتيجي لموقع سلايد كارنيفال. موقع سلايد كارنيفال ده موقع متخصص في انه يعمل لك سلايد شوز تكون كويسة وتكون شكلها بروفيشن. طيب كل اللي عليك تعمله هتيجي هنا على اول تمبليتس علشان يجيب لك كل التمبليت او كل القوالب اللي عنده اللي تقدر تستخدمها في السلايد شو بتاعك. زي ما انتم شايفين يا شباب هنا بيفتح لك سلايد شوز كتيرة جدا او تمبليت كتيرة جدا، وعندك كمان 13 صفحة كمان تقدر تاخد منها سلايد شو وتستخدمه وتبدأ تعمل الشغلانة وتوديها على فايفر، وبكده انت خلصت الشغلانة وخدت فلوسك دايركت. انا دلوقتي دوست على واحد من السلايد شو اللي شفتهم اللي هو عجبني وهبدأ اشتغل بيه. هشتغل ازاي؟ معلش قبل ما نبدأ شغل عايز انوه لكم عن حاجة، كمل الفيديو ده للاخر
علشان هقول في نصه او في اخره ان الجيف اواي بتاع الفيديو ده هيكون جيف اواي كويس جدا، فتأكد انك تكمل الفيديو للاخر وتشترك في الجيف اواي. طيب خلينا نكمل الشرح، خلينا ننزل هنا تحت، هيجيب لك هنا السلايد شو، بيقول لك عايزه على الباوربوينت ولا عايزه على جوجل سلايدز. طبعا انت هتقول له جوجل سلايدز عشان انت ما تعرفش الباوربوينت. طبعا لو انت تعرف الباوربوينت يستحسن انك تعملها على الباوربوينت، بس بتاخد التمبليت من هنا وتنفذ على الباوربوينت. فانت مثلا بتقول له يوز از جوجل سلايد شو، وزي ما انتم شايفين يا شباب بتفتح لك بالمنظر ده. طبعا انت هنا جاب لك كل السلايدز اللي في التمبليت. طبعا انت اي كلام عايز تغيره بتغيره، واي صورة عايز تغيرها بتغيرها، وبعد كده تخلص الشغلانة وتدوس على سيف او شير وتبعتها للعميل، وكده انت خلصت الشغلانة بتاعتك وخدت فلوسك بحاجة سهلة جدا، مش هتاخد معاك 5 دقايق. والتركية الخامسة معانا يا شباب هي background change او background removal. يعني ايه background changer او background remover؟ يعني انت دلوقتي بيجي لك صورة، الصورة دي المنتج لشخص لأي حاجة، الشخص ده واقف قدام يعني قدام خلفية او وراه خلفية، فانت بتشيل الخلفية دي وتحطه في مكان تاني او تحط الخلفية تانية. زي مثلا الشنطة دي ما تصورتش على خلفية بيضة، لا هي اتصورت على اي خلفية، وبعدين اتشالت الخلفية وتحط مكان الخلفية خلفية بيضة. طيب حاجة زي كده احنا ازاي نعملها واحنا ما نعرفش فوتوشوب، ما نعرفش اي حاجة من الكلام ده؟ معانا موقعنا النهاردة تركاية جديدة، او الموقع ده انا كنت شرحته قبل كده في القناة بس كان من بدري ما فيش ناس كتير شافته. فالموقع معانا النهاردة ريموف بي جي. طبعا كل اللينكات هسيبها لكم في ملف تكست تحت في الفيديو عشان اللينكات كتير، هسيبها لكم في ملف تكست ممكن تبقى تاخده وتخش على كل اللينكات واحد واحد. طيب موقع ريموف بي جي، كل عليك تعمله انك بتاخد الصورة من العميل وبترفعها على الموقع ده، ودايركت هو بيشيل الخلفية. ماشي يا شباب، فاللي احنا هنعمله ايه دلوقتي؟ انا نزلت صورة لمحمد صلاح اللي هي الصورة دي، نزلت الصورة دي لمحمد صلاح طبعا كلكم عارفينه. فالمفروض ان احنا نشيل الخلفية منها ونسيب بس الشخص اللي واقف قدام الخلفية. هنعملها ازاي؟ كل عليك تعمله هتيجي كده تقول له ابلود ايمج، او تسحب الصورة تحطها هنا. انا هقول له ابلود واختار الصورة من عندي على الديسكتوب، عندي الجهاز بطيء شوية فكده اخترت الصورة. هيقعد يحمل معايا شوية، بعد كده هيشل الخلفية دايركت من غير ما ادوس على اي حاجة. طبعا لو في حاجة اتشالت زيادة او حاجة لسه ما اتشالتش تقدر تعدل عليها بأداة بسيطة جدا، فرشة، عايز تشيل حاجة، عايز تزود حاجة براحتك. وزي ما انتم شايفين يا شباب شلي الخلفية اوتوماتيك من غير ما انا المس الماوس، حرفيا شلي الخلفية على طول. طيب دلوقتي واحد قال لك انا عايز احط خلفية وراها، فكل عليك تعمله انت بتيجي هنا على ايديت، تقدر تحط خلفيات الموقع مديها لك، ودي على فكرة العضوية المجانية، بس انت تقدر تسجل بعضوية مدفوعة بحاجة بسيطة جدا، يعني بتزود لك الجودة بتاعت الصورة وبيديك خلفيات اكتر طبعا. او لو انت عايز تحط خلفية من عندك فطبعا بتعمل لها ابلود، هوريكم كل حاجة دلوقتي بالتفصيل. ماشي يا شباب، فكده هو شلي الخلفية. وهنا لو انا عايز اعدل على الخلفية دي بختار الفرشة وعايز اقول له امسح او ريستور. فطبعا لو بقول له ريستور يعني رجع لي الخلفية، رجع لي حتة من الخلفية، فطول ما انا بعمل كده هو بيرجع لي حتة من الخلفية الاصلية. لكن انا لو قلت له اريز فطبعا هعمل كده هيشل لي الخلفية، ولو جت برضو على جسم الشخص هتشيل جسم الشخص. ماشي، خلونا نشيل اللي احنا عملناه ده. بس كده. طيب وهنا تقدر تحط باك جراوند للصورة بتاعتك. ازاي تختار الباك جراوند وازاي تحط الباك جراوند هوريك كل حاجة دلوقتي. كل اللي عليك تعمله يا شباب هتيجي هنا عند اي باك جراوند انت عايزها. طبعا هو هنا جايب لك سيمبل علشان تشوف الصورة قبل ما تحط لها الباك جراوند.
فهتيجي تدوس هنا على اي باك جراوند، انا مثلا اخترت الباك جراوند دي، هيروح حاططها لك دايركت على الصورة بتاعتك. زي ما انتوا شايفين يا شباب كده حط لي الصورة على طول، من غير بقى ما انا اقعد اعدل واقعد اعمل حاجات، من غير ما اعمل اي حاجة. هنا حط لي الباك جراوند، وهنا جايب لك شوية خاصيات اللي هي البلور، عايز تخليها مثلا كده، خلينا نجرب دي كده، او عايز تخليها كده، او ممكن تخليها كده. يعني جايب لك درجات للبلور اللي هي الوغوشة دي اللي بتظهر على الصورة، لو انت مش عايز الصورة تبان قوي. فطبعا ممكن تعدل على الصورة وتخلصها وتبعتها للعميل، وكده انت خلصت الشغلانة بتاعتك. والتريك رقم 6 معانا يا شباب هي الفيس تاتش. يعني ايه الفيس تاتش؟ يعني زي ما موضح في الصورة عندك كده، انه لو في اي حبوب على الوش، اي مشاكل في الوش، انت بتظبطها بالفوتوشوب او بالبرامج اللي انا هديها لك دي. طبعا الفوتوشوب مش اي حد بيعرف يستخدمه، فبالتالي في برامج بتعمل لك الحاجات دي اوتوماتيك، بس مش بجودة الفوتوشوب. خلينا نشوف بس برضو تتقبل على موقع فايبر. طيب ازاي نعمل الطريقة دي، او ايه هي البرامج وايه هي المواقع؟ تعالوا نشوف معانا اول موقع. اول موقع معانا هو makeup.bho.to. طيب الموقع ده زي ما انتم شايفين هو جايب لك صور لحاجات هو منفذها، زي ما انتم شايفين كده، ده البيفور وده الافتر، ده قبل وده بعد. طيب انا جايب علشان نعمل مثال حي، جايب صورة لواحدة ست عجوزة اهي، علشان نجرب الموقع على الصورة دي. طيب كل عليك تعمله هتيجي هنا على enhance your photo، هتدوس عليها كده علشان يفتح لك صفحة يقول لك انت عايز تستخدم اي انهي صورة. انا طبعا رفعت الصورة قبل كده، فهدوس عليها، او ترفع من الجهاز بتاعك، او ترفع من الفيسبوك، براحتك جدا. انت بترفع المكان اللي عليه الصورة اللي انت عايز تعمل لها الايديت او عايز تعدل عليها. فطبعا بعد ما تختار الصورة هيقعد يحمل معاك شوية، وبعدين يفتح لك ساحة العمل اللي هو المكان اللي بتعرف تعدل عليه على الصورة. واول ما هيفتح شباب زي ما انتم شايفين كده، هو بيعمل الصورة لوحده زي برنامج او الموقع بتاع الباك جراوند ريموفر اللي هو بيشيل الباك جراوند. فانا اول ما برفع الصورة بتاعتي هو بيعدل عليها. طيب احنا عايزين نشوف قبل وبعد، بتدوس هنا على الماوس، دوس طويلة بيوريك قبل، بعدين اول ما تسيب بيوريك بعد. خلينا نشوف قبل وبعد زي ما انتم شايفين كده، ده قبل وده بعد، زي ما انتم شايفين في فرق كبير جدا ما بين الصورتين. طيب احنا دلوقتي النتيجة دي مش مقبولة بدرجة 100%، فاحنا محتاجين نعدل عليها اكتر. خليكم معانا نشوف الاداة التانية معانا، هي اداة PHTOBIA فوتوبيا. تمام، فاحنا المفروض دلوقتي ننزل الصورة دي، وبعد كده نروح على اداة فوتوبيا. وبعد كده يا شباب هنروح على اداة فوتوبيا، وهي برضو لتعديل الصور. زي ما انت شايف كده هي شبه الفوتوشوب شوية، فهي بتعدل بطريقة احترافية اكتر. طيب كل عليك تعمله دلوقتي هتيجي على مشروع جديد، وتدوس على كلمة مشروع جديد علشان تبدأ تختار ملفك وتبدأ تشتغل عليه، او تيجي هنا على كلمة ملف وتدوس عليها وتدوس على كلمة فتح علشان يفتح لك الجهاز بتاعك وتختار الصورة اللي انت هتعدل عليها. زي ما انت شايفين كده هو فتح لي الجهاز بتاعي، انا هختار الصورة، انا مثلا هي دي الصورة اللي احنا نزلناها. هيحمل معاك شوية، بعد كده هيفتح لك الصورة علشان نبدأ نعدل عليها. زي ما انت شايفين كده فتح الصورة قدامنا اهو. هنكبر الصورة زي ما انتم شايفين كده شباب، وهنيجي على الأداة دي وتدوس عليها دوس طويلة، وبعدين تيجي على أداة فرشاة معالجة البقع، هتدوس عليها كده، وبعدين نيجي بقى عند أي حتة بقى فيها تجاعيد أو أي حتة فيها بقع، مثلا الحتة دي فيها حتة غامقة شوية، هتدوس عليها كده وهتتعدل على طول، هيشيلك أي حاجة زيادة موجودة على البشرة أو موجودة على الوش زي ما انتم شايفين شالها. هنيجي مثلا نمشي شوية على الحاجات دي اللي هي لما الجلد بيتراكم،
زي ما انت شايفين بيشيلها على طول. نيجي نمشي شوية هنا كمان. طبعا انا ايه بعمل حاجة كده بسرعة عشان اوريكم انتوا تعملوا ايه، وانتوا طبعا بتعملوا بتأني كده وبالراحة علشان تيجي معاكوا صح. بالظبط كده زي ما انتوا شايفين شلنا الحاجات اللي احنا عمالين نعلم عليها. مثلا هتيجي في الحتة اللي في النص دي زي ما انتوا شايفين عمال يعدل وكده. انت بالطريقة دي انت هتخلص الصورة في حوالي 10 دقايق بالكتير، وهتخلص الصورة وتبعتها للعميل، وبالتالي كده انت خلصت الشغلانة. والتركية رقم 7 معانا يا شباب النهاردة هي انستجرام ادز. طبعا كل الناس او معظم الناس بتعمل اعلانات على الانستجرام. ليه؟ لان الانستجرام دلوقتي من اكبر مواقع السوشيال ميديا، فاي شركة بتعمل اعلان عن الانستجرام لنفسها. فالشركات دي بتعمل ايه؟ لو ما عندهاش حد بيعمل لها الاعلانات بتاعتها، فبتيجي هنا على موقع فايفر، والله انا عايز اعمل تصميم لاعلان على الانستجرام، وهتاخد مثلا 43 يورو، 13 يورو، 13 يورو، 8 يورو. زي ما انتم شايفين كده اسعارها مش رخيصة، والناس اللي بتشتريها كتير. يعني مثلا اول واحد اللي مشترين منه 331، بعدين ده مشترين منه 69، بعدين ده مشترين منه 1000 واحد، اكتر من 1000 واحد، وهنا 375. يعني الاداة دي او الطريقة دي مطلوبة يعني بكثرة في السوق. طيب ايه الاداة اللي احنا نستخدمها علشان نعمل الانستجرام اد؟ الأداة اللي احنا هنستخدمها أداة مميزة جدا، وأنا عن نفسي بستخدمها في حاجات كتيرة جدا، وهي أداة كانفا. أداة كانفا هي زي فوتوشوب بس بطريقة مختلفة. ازاي؟ انه بيصمم لك شوية صور على شوية فيديوهات، بيصمم لك حاجة في الآخر تطلع لك جاهزة، التعديل عليها بس انك بتكتب اللي انت عايزه عليها. طيب كل اللي عليك تكتبه دلوقتي انك تكتب انستجرام ادز، تيجي هنا عند البحث تكتب انستجرام ادز، انستجرام ادز. زي ما انتم شايفين جايب لك هنا كل المقاسات اللي بتطلب في الانستجرام ادز. طبعا انت هتختار اول واحدة، هيفتح لك معاك تاب جديدة بالشكل ده، ما مظبط لك طبعا الحجم والابعاد وكل حاجة. وهنا كمان جايب لك شوية تمبليت علشان انت تستخدمها. تمبليت دي مجانية بس في منها بفلوس، بس هي المجانية منها كفاية ليك جدا لأي اعلان انت عايز تعمله. مثلا انا هختار دي، ده مثلا فيديو 5 ثواني علشان ايه اعلان عن حاجة معينة، فما بيبقاش طويل جدا. طبعا انت ممكن تضيف تمبليت تانية تقول له هنا اد نيو، وتضيف واحدة كمان، وتضيف فيديو كمان، وتضيف كمان بوستر، تعمل اللي انت عايزه. تعال نتفرج على الفيديو الاول. زي ما انتم شايفين كده فتح لك الفيديو، المفروض ان هو هيحمل ويشتغل على طول. زي ما انتم شايفين الفيديو شكله احترافي والتصوير بتاعه احترافي. طبعا انت لو عايز تغير الفيديو الموجود جوه ده ممكن تغيره بانك تيجي هنا على ابلود، وترفع الفيديو اللي انت عايزه من الكمبيوتر بتاعك وتحطه في المكان بتاع الفيديو ده، وهيتغير معاك بكل سهولة. طيب هنا مثلا عايزين نغير الكلام الموجود ده، فندوس عليه كده دوستين علشان نعرف نتحكم فيه. زي ما انتم شايفين يا شباب كده ممكن نمسحه، نيجي هنا نمسح دي كمان، ونكتب مثلا هنا دكتور ايرنينجز. زي ما انتم شايفين يا شباب وكده ممكن تتحكم في الخط، تكبره وتصغره، عايز تغير نوع الخط بتغيره. طبعا ليك كامل الحرية انك تعدل
في الواجهة اللي قدامك دي وبراحتك، وبعد ما تخلص كل الشغل بتاعك بتروح تنزله على الجهاز عندك وتبعته للعميل كفيديو أو كصورة، وبعد كده انت بتاخد فلوسك على طول من غير ما تتعب بحاجة. انت قعدت فيها حوالي 10 دقايق بس، هتاخد 43 يورو، 8 يورو، 13 يورو، على حسب اللي انت عايزه. طبعا انت في الاول هتحط اسعار رخيصة، بعدين هتبدأ تعلى بعد ما يجيلك ريفيوهات كويسة علشان الناس تبدأ تطلب منك. وبكده شباب نكون خلصنا فيديو النهاردة، وحان دلوقتي وقت ان احنا نقول الجيف اواي هو ايه. انا دلوقتي الجيف اواي بتاعي ان انا هجيب لكم صور من موقع شاتر ستوك. خلينا نقول 5 هيكسبوا، كل واحد فيهم ليه 5 صور. طبعا موقع شاتر ستوك بيبيع الصور دي بفلوس، بس انا دلوقتي اقدر اجيب لك الصور دي باشتراك معايا، اقدر اجيب لك الصور دي ولكل واحد هيكون 5 صور. وطبعا الشروط معروفة جدا، انك هتنزل تعمل كومنت تقول لي انا عايز اشترك في القناة، انا عايز اشترك في الجيف اواي، وتشترك في القناة طبعا وتحط لايك للفيديو ده وتعمل 1 شير، وبكده انت اشتركت في الجيف اواي. وهنعمل السحب في خلال الفيديوهات الجاية ان شاء الله، وكل الناس اللي هتكسب 5 اشخاص ولا خليهم كمان 10 اشخاص، كل الناس اللي هتكسب هبعت لهم الصور بتاعتهم على الايميل او اي وسيله تواصل هم يتواصلوا معايا بيها. السلام عليكم. وبالنسبه للطريقه التامنه للربح من فايفر هتلاقوها في فيديو انا هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت، انا كنت شرحتها بالتفصيل وخدت وقت كتير جدا ما ينفعش اضيفها على الفيديو ده، بس هتكسبوا منها مبالغ كويسه جدا. هسيب لكم الفيديو في الديسكريبشن تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.